نسأل سؤال، هل من المعقول تجي الرواتب وما نجيب لكم عروض قوية على المواد الغذائية؟ السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. هايبر رفيد عروض قوية جدا خاصة لكم، لكن مدتها 3 أيام إلى 28 سبتمبر، أو نفاد الكميات ويشمل الفرعين. هذا الفرع الضخم جدا الموجود في حي المونسية على شارع النجاح، ويشمل فرع حي المهدية، لذلك تركيز من البداية إلى النهاية. العروض والأسعار والأصناف السنوات القادمة. فجمع كراتين المياه اللي هنا وبأقل الأسعار، 48 حبة حجم الربع أو 40 عبوة حجم النص، سعر قوي جدا. بكم هالكرتون يا جماعة؟ 5.95 ريال. هلا لك حد أقصى تقدر تاخذ إلى 5 كراتين حتى الكل يستفيد. هذا العرض إلى 28 سبتمبر. اجمع كراتين الدجاج وبأقل الأسعار، أحتاجك تقارن بنفسك بين الأسعار، لقيت أقل خذ من برا، ما لقيت لا يفوتك هالسعر القوي وفي فترة الرواتب من هايبر رفيد. كرتون دجاج الفقيه وما هو بحي الله اسم، وحجم كم؟ حجم 700 جرام. أنتوا عارفين أسعاره برا، بداخله 10 حبات بسعر 79 ريال فقط إلى 28 سبتمبر أو نفاد الكميات. كم تتوقعون السعر؟ 5 ثواني توقع. 1 2 3 4 راسخ رسالة هندي بسمة 10 كيلو، ما هو بالخمسة، 10 كيلو. هالكيس كامل بكم؟ 49 ريال و80 هللة، وكيستين لكل متابع حتى الكل يستفيد. تناظر وتقول يا بلاش. فجمع كراتين المراعي وبأقل الأسعار، 4 نكهات، الأورانج، المانجو، الحليب، أيضا التفاح. الكرتون بداخله 18 عبوة بسعر 11 ريال و50 هللة للكرتون. جبال من الكميات، ولاه بحي الله اسم حدائق السعودية، المكرونة، الاسبيغيتي، الخواتم، الأصابع، جميع الأنواع بلا استثناء، وكل كيس وزنه 400 جرام. هايبر رفيد بريال و15 هللة فقط. شوفوا جماعة كراتين الكيك السفن دايز، جميع النكهات موجودة، أي نكهة تجوز لكم. الكرتون بسعر 5 ريال و75 هللة في هايبر رفيد. شوفوا جماعة الأسعار شبه جملة مباشرة، أيضا أحتاجك تقارن بين الأسعار. الكراتين ولا هي بنكهة ولا نكهتين ولا ثلاث، 6 نكهات من كابرين الكورن فليكس اللي هنا، 250 جرام. الكرتون وإن طاح فما طاح إلا الشر، 3 ريال و80 هللة إلى 28 سبتمبر في هايبر رفيد. حنا في فرع المونسية ويشمل المهدية. اجمع الزيت دلال العبوة الشفافة، اللتر ونص، ويقولون الكمية مفتوحة هنا، لتر ونص زيت دلال بسعر 7 ريال و95 هللة. شوف اجمع الكميات، تلال من الكميات، 8 عبوات بداخل هالربطة، انتوا عارفين أسعارها كم؟ بسعر 5 ريال و95 هللة. تاخذ حبة حبتين 300، الكمية مفتوحة إلى 28 سبتمبر في هذا العرض. اجمع عبوات النيدو اللي هنا، 1800 جرام. قارن بين الأسعار، لقيت أقل خذ من برا مباشرة، ما لقيت هذا السعر القوي يقول 57 ريال و50 هللة. التونة الحجم الكبير لمارة 160 جرام بدال 4 ريال، 1.95 ريال هللة، وخذ الكمية اللي تبغى إلى 28 سبتمبر. شوفوا جماعة المواد الغذائية وبأقل الأسعار، أبتكلم على البازيلا لونه، ما هو بحي الله اسم، اسم معروف، هذا الحجم بسعر كم؟ طبعا 400 جرام، لونه 1.95 ريال هللة، ما انتهينا. أيضا لانشور 1.95 ريال هللة ولا انتهينا. الفاصوليا راسخ 400 جرام، 1.95 ريال هللة. أيضا هنا العبوات، مالينجا الفول المدمس 1.95 ريال هللة. شوفوا يا جماعة الأسعار القوية اللي هنا، أبتكلم على حليب داري اللي هنا، العبوات كم تأخذونها؟ 170 جرام، 1.95 ريال هللة، داري بهذا السعر. أيضا عندكم أورين، أرقى، لينا، وداري بريال و95 هللة لأي عبوة. يا جماعة شبيه القشطة اللي هنا، أغلب الشركات بصورها لك، بوك ما هو بحي الله اسم معروف، العبوة هالحجم بسعر 1.95 ريال هللة ولا انتهينا. عينكم يا جماعة، عندكم هنا وادي فاطمة، هالعبوة 1.95 ريال، أرقى، داري، ريفوني 1.95 ريال هللة. عينكم على الكمية، خذ حبة، خذ 5، خذ 10، الكمية مفتوحة 1.95 ريال هللة لأي عبوة هنا من العبوات اللي تشوفونها قدامكم. يا جماعة المثلثات بكم تأخذون العلبة؟ هنا العرض مختلف،
علبة علبتين ثلاث أربع خمس علب بسعر كم؟ هل خمس يا جماعة ب11.50 ريال؟ هل الكمية مفتوحة؟ الكمية مفتوحة، خذوا اللي تبون إلى 28 سبتمبر. شوفوا يا جماعة العبوات الحجم الكبير، الخير 410 ملي شبيه الحليب اللي هنا بسعر ريال و95. هلا لا انتوا عارفين اسعاره، انا اقول قارن بين الاسعار، يهمني تاخذ اقل سعر دوما. لقيت اقل خذ من برا، البيسك الاريال معروف هالاسم 10 كيلو، سعر قوي جدا، اول مره اصوره 39 ريال بدون هلل. يا جماعة حقائب المناديل اللي هنا 10 عبوات بداخل هالحقيبة، وكل عبوة 200 منديل، هالحقيبة كاملة بدال ال 14 أو 12 أو حتى 10 6.95 ريال. هلا في هاي بالرفيد. يا جماعة البطاطس اللي هنا كيلوين ونص، كم الأسعار اللي تاخذونها برا؟ هنا عرض جدا ممتاز اللي بالتوفير، أغصان كيلوين ونص 12.95 ريال. هلا لا يا جماعة أكياس الفوم 10 كيلو لجميع الاستعمالات، الخبز العربي، المعجنات، الفطائر، البيتزا، المناقيش، 10 كيلو الفوم، وركز لي على الفوم، كم السعر؟ 2.95 ريال. هلا لا تقدر تاخذ الى كيستين حتى الكل يستفيد الى 28 سبتمبر. العلم الفرع كبير جدا ومتكامل من جميع الاقسام، الخضار والفواكه الطازة بشكل يومي تنزل، المحمصة، الملحمة، المخبز، أيضا الأقسام الثانية، وأيضا الأجبان، وفي عروض كثيرة جدا. أنا ما بطول عليكم، هذا فرع المونسية ويشمل فرع المهدية. هذا ألذ معمول ممكن يمر عليك عينكم يا جماعة، هذا يا جماعة معمول محشى بالقشطة عينكم وبالتمر، هش جدا جدا، والحشوة راهية، لذيذ جدا، أتو ذايقة. في هاي بالرفيد موجود، هذا فرع المونسية وأيضا يشمل فرع المهدية، كل الفرعين فيهم مخبز، ذوقوها أعطوني خبر.